مساء الخير. ماذا عنى ذلك المشهد للبنانيين وبالأخص لأفراد سبق لهم أن مارسوا الحرب والعنف ودونوا شهاداتهم وأعلنوا ندمهم؟ ما معنى أن يتكرر مشهد أحرق جمهورية ومجتمعا كاملا في غضون ساعات؟ نستضيف في هذه الحلقة ثلاثة مقاتلين أو مقاومين كما يقولوا، انتقلوا إلى الكتابة أو إلى الحياة الروحانية. نبدأ مع بول عنديري الذي قاتل مع تنظيمات مسيحية ومنها الكتائب والقوات اللبنانية، وقد كتب كتابين، أحدهم عن الجبل والثاني هذه شهادتي كمقاتل. الثاني هو الكاتب والصحفي والشاعر يوسف البزي الذي حارب مع حزب القومي السوري الاجتماعي. الثالث هو رامي عليق الذي قاتل مع حزب الله وانضم إلى الحياة الروحانية. نبدأ مع بول عنديري. إذن مساء الخير بول. يسعد مساك. طبعا الناس عرفتك أكثر بعد كتاب الجبل أو في حرب الجبل، الناس تعتبر أنه أنت يعني المقاتل في هذه الحرب أكثر من شيء آخر. أنت لم تكن فقط مقاتل لكن كنت مسؤول وقيادي أيضا على صعيد السياسي في القوات اللبنانية. بدأت مع تنظيمات مسيحية في الشمال، سليم كرم، بعدين لواء قديشة، بعدين الكتائب ثم القوات، وتركت السلاح سنة 1990. بتقول أنه دافعي الوحيد في كتاب هذه شهادتي معاناتي وقلقي الكبير من فقدان الحرية والسيادة أو تكرار الحرب وسقوط البيت مرة أخرى على رؤوسنا جميعا. يعني هل ما رأيته اليوم في لبنان أو في الأسبوع الماضي هو سقوط هذا الوطن مرة أخرى؟ أول شيء الوطن ما بيسقط. احنا شفنا يسقط بال 75 شاك. لبنان عنده كل مقومات القيامة. الشغلة الثانية اللي بحب أحكيها قبل ما بلش بالحديث، يمكن قبل الحكي وأهم من الحكي، في حقيقة كبيرة كتير قدامنا هاليومين. هني حوالي 50 شخص استشهدوا ومئات الناس انجرحوا، يقال 100 بحدود بحدود ال 200. نعم. يعني هودي مش ارقام، وهودي منهم بيان مجلس وزراء او حكومه طلع ورجع الغي. هودي ناس استشهدوا ومن دون عوده. هودي ناس عندهم بيات وامات واخوه واولاد. الجرح والأسى اللي عندهم واللي انحفر ما بعرف مين قادر يعوده. أنا بصراحة بأول هالحلقة ما فيني إلا ما هيك أطلب من الرب يمكن الرحمة لألون والتعزية لأهليهم، والطلب كمان للحكمة والشجاعة لكل المسؤولين وكلنا للبنانيين تهالدوامة ما نكمل فيها. نعم، بس هو أنا قصدي أقول أنه وقت شفت المشاهد، هل ذكرتك بمشاهد الخمسة وسبعين؟ هل ذكرتك بدوامة الحرب اللي كل شخص منا دخل فيها ولكن أنت دخلت كحامل سلاح؟ الصراحة المشهد رجع تكرر
ويمكن إذا شايف حطي كتاب هذه نعم. شهادتي قدامك بآخر جملة وقت فلنا سنة 92 إذا بتنقرأ يمكن آخر جملة فيه آخر جملة إذا بدك هل هذا ما تريدونه لأجيالكم ها نحن نسلك ها نحن نسلك ايه؟ الطريق أو التي أوصلتنا إلى 13 نيسان 75 نعم يعني أنت رأيك أنه اتفاق الطائف وما بعد اتفاق الطائف هو الطريق إلى حرب أهلية أخرى أنا برأيي بسنة 90 من بعد ما خلصت الحرب شغلتين كبار ما صاروا لا صارت مصالحة حقيقية بين الأفريقاء اللي عملوا الحرب ولا صار في تأسيس للبيت اللبناني على صخر يقدر يحميه بالمستقبل من السقوط مثل ما صار هلأ واللي مكتوب بالكتاب بالفعل هي كان إحساس وخبرة من الماضي أنه هالبناء يلي انبنى بالسابق وسقط بسنة 75 رجع انبنى على نفس الأساسات واللحظة اللي نحن فيها هلأ بصراحة كنت من هديك الفترة شايف أنه رح نوصل واللحظة اللي هلأ عم بيعيشوها يمكن ابني اللي عمره 16 أو 17 سنة أو أولاد اللبنانية كلهم ببيروت وبالجبل وبالشمال أنا كمان حد يلي ماتوا وحد يلي استشهدوا عم بتطلع هلأ بالشبيبة تبعينا اللي عم يرجعوا يقفوا بنفس اللحظة يلي وقفوها بياتهم بسنة 75 بنفس الظروف فجأة وقدام حقيقة صارخة وصاعقة يمكن للجميع يلي هو كان المشهد اللي كان بيروت الناس عم تتقتل على طرقات وفجأة حسوا الناس انه من دون حماية نفس اللي صار سنة 75 عبد الحليم بتقول كيف سقطت الدولة وكيف سقط الجيش وفجأة انا بدي منك انت كان عمرك 17 سنة نعم وحملت سلاح شو كنت بتعرف؟ مش كنت بتعرف من الحياة السيارة يعني ما كيف أخذت البارودة وأوصلت بالصراحة كنا عم نتعلم بمدارسنا مثلنا مثل كل أولاد العالم كنت عم بتعلم بمدرسة صغرتها مبلش نسمع الأخبار ببيروت فجأة بتبلش تصير المشاكل العسكرية بالشمال بنزل أنا ورفيق لألي كان مسلم اسمه فوز المير كنت أنا وياه مثل الأخوة على طرابلس نسمع كم طلق رصاص بنطلع على صغرتها بصير في شوية تحركات بحمي بالغرفة تبعولي كنت بحبه كتير 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 تتطور الأحداث بتصير مجزرة عشاش وبتصير ما بعرف وين وبيجوا بلشوا المهاجرين على على على, على صغرتة. مدرسة صغرتها وفجأة برجع بقول اللبنانية بحسوا حالهم من دون حاملة من دون سلطة من دون بس اللبناني الآخر وقتها بول كان لبناني 100% يعني كان مسلم وأنت مسيحي إذن أنت حملت السلاح لتحمي طيفتك لدافع مش لتحمي وطنك لا لا لدافع بالصراحة بكل بساطة من دون تعقيداتها لا نحمي أهلنا وبيوتنا ومثل ما عملوا كل اللبنانيين يعني مثل ما عمل يمكن ابن طرابلس مثل ما عمل ابن الجنوب مع بوش إسرائيل مثل ما عمل ابن الجبل بس باللحظة يلي انتفى ما عاد فيها سقف في البيت كل العالم وكل الناس صاروا مضطرين يحموا بصدورهم وبولادهم وبإيديهم الواقع تبعهم انت وقت ترجع تشوف لانه انت طولت مع السلاح يعني من 75 لل 90 يعني جولات كبيره عاشتها الميليشيات المسيحيه كل الحرب كل الحرب, كل الحرب. يعني مثل ما قلت بالبدايه كانت طائفيه مع الفلسطينيين بعدين مع السوريين بعدين بالجبل مع الدروز بعدين خليني اكمل لك مسيحيين مع بعضهم ما في نوع من الحرب وقعت بلبنان بس راح السقف وبس راح الإطار ما عاد في محل يعني فلسطينية وإسلام ومسيحية 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 بقلب الضيعة الوحدة يمكن بقلب صغرتها وبشري بقلب بشري بذاتها بقلب الأمل وحزب الله بقلب الفلسطينية وأمل بقلب كيف بتبررها لحالك بول هيدي؟ مش أنا ببرر أنا لا أبرر لحالي كان عندك 17 ما عرفت بس بعدين كبرت كيف بررت لحالك أنك تضل حامل سلاح كل هذا الوقت؟ هل لي مشروع سياسي معين؟ أنت بتأمن فيه أم كمان لحماية البيت؟ بكل بساطة لحماية البيت لو نفترض لح أعطيك مصر وقت صارت قصة الكورة وشكة نعم. كنا نايمين على سطح البيت بالصراحة ونحن بتضيع بننام أوقات على سطح البيت من دون شيء صحيح بسمع الدنيا عم بتموج فينا وبعد شوي بسمعهم بدقوا جراس ودخيلكم تعوا حرقوا الناس وسكروا تونيل شكة وحرقوا العالم بقلب شكة ركبت بالجينز كنت بعد بركيت بعرف يمكن أحمل بارودي ونزلنا ومضطرين ندافع عن الناس اللي كان عم يموتوا تحت بكل بساطة وهيك صار غير محلات يمكن بالجبل بقى صارت الأحداث بعد ما صارت الأحداث كلها سوا وصلت لمرحلة كتير مأساوية نطلب منا بيومتها يا ريت بتقدروا تعملوا شيء بالجبل دمنا ما حملنا وإنه في ناس عم يتقتلوا فوق مفروض نطلع ندافع عن الناس اللي فوق وبعده لحد هلأ خيال استشهد بالجبل بعت مكتوب لصديقته بيقول له أني أقوم بأقدس مهمة إنه أنا عم دافع عن الناس يلي عم بيصير في تعديات عليهم
وهون بدي اقول بالانصاف انت كنت مسؤول وقت مات مزبوط قدامي كمان خيك مزبوط فكرت انه مثلا ما بتحرز هالقد انه افقد خيي مشان قتال ما تفكري حدا كان بيريد ولا تفكري لا باولها ولا بنصها ولا باخرها ولا تفكريني بلوم للي عملوا الدرزي بالجبل كان عم يدفع عن بيته ولا اللي عملوا يمكن بطرابلس ما بعرف شو ولا اللي عملوا يمكن بالضاحي ولا اللي عملوا ابن عين الرماني ولا اللي عملوا يمكن بالجنوب يلي كان عم يدفع اسرائيل انا ما بلوم احد من اللبنانيين دافع عن حاله انا بلوم مزبوط صار في تعديات يعني انا بلوم اللي جاي على عين الرماني او بلوم يمكن الجيش الاسرائيلي فات على لبنان او الجيش السوري كان عم بيعمل الاشرفيه ولكني ما بلوم ابدا وان شاء الله ربنا ما يحطها قدام حدا تجربه بيسالوني اياها كثير بهالايام انت بعد بتقاتل انا بقول لهم عم تسوي فرد يمكن ما قاتل بس الله لا يجرب حدا بس الشباب كبار ورجال ونسوان وصغار وكبار اذا حدا اذا حدا مقرب وفايت عم بيقتل الناس بال معلش بدنا نحكي الامور مثل ما هي اذا قديش عمره ابنك؟ عمره 15 سنه 16 سنه اذا صار على المنطقه اللي انت عايش فيها مثل ما صار بطريق جديده او بكورنيش المزرعه وقال لك ابنك بدي احمل الرشاش وانزل قوس قاتل شو بتقول له؟ اول شيء بقول ربنا يبعد هالكيس عن كل الناس. ثاني شيء انا وقت بلشت الحرب كنت بعمر ابني ما سالت بي. ايه صحيح ما سالت بي بس لا وقالوا لي يا شباب اعملوا معروف نترجاكم ما بعرف اذا في حدا بيحملوا ضميره او دمه انه حدا عم بيصرخ في ناس عم بيقتلوا وضل قاعد بالبيت. بصراحه بدرك الموقف لانه هلا تحليل على البارد ومحلات بعيده لا ينطبق وقت بتكون الامور على الارض وعم حدا عم بيحشر الاخر بمحل لا يتمنى. ولا عم نشوف صور عن الحرب يعني هيدول رشز من الحرب من عده جولات في الحرب الاهليه اللبنانيه، شو الصور اللي انت موجوده بذاكرتك؟ يعني شو بتفكر اوقات؟ شو باقي من هذه الحرب من صور؟ أبشع ما في الدنيا هي الحرب وأسوأ ما في الدنيا هي الحرب وأول وأكبر وأعظم رسالة وأعظم واجب لكل واحد منا من المواطن الصغير لأكبر مسؤول بالدولة هي العمل على عدم الوصول للحرب ولعدم تقاتل الناس مع بعضها. وإذا بهاللحظة التاريخية بتقولي لي يمكن أهم شغلة قبل الاتفاقيات وقبل المطار وقبل يمكن رئاسة الجمهورية والحكومة في مطلب واحد واجب واحد على خاصة المسؤولين يلي هلا يلي هن بدهم يورثوا لبنان للأولاد للأجيال القادمة هي عدم إفساح المجال بقتل اللبنانيين بتقاتل اللبنانيين بسماح لحدا بالخارج الدخول إلى لبنان لقتل اللبنان. بقول بكل صراحة وقت كنت عم بتقوس على يعني عم بتقوس على المسيحي الآخر اللي كان يعني تعتبر أنه هو ضد لبنان لأنه كل واحد بيقول مثل أي عسكري أنه هيدا ضد الوطن فنحن لأنه بيفكر غير شيء عنا نحن منقاتله. هل كانت المرحلة الأصعب بحياتك القتالية؟ يعني هذه كانت أكبر اختبار في هي حرب التسعين. حرب التسعين مش بس المسيحية تقاتلوا مع بعضهم أو طيارين تقاتلوا مع بعضهم. يعني بعطيك مثلا على جبهة الإليعات كان في شاب اسمه مارون وشاب اسمه شربل إخوة تقاتلوا مع بعضهم عملوا خيمة السلام طلعوا البطرك بيومتها وقفوا الحرب بس فل البطرك وما بعرف شو صار رجعوا تقاتلوا مع بعضهم. هودي إخوة أنا بقول لك يمكن الألم يلي عشته بهديك المرحلة بحياتي يمكن ما بعرف كيف شبهه. إذا واحد دبابة مسكته من هالمال ودبابة من هالمال وعم تخزق فيه ما عم يتخزق وصل الألم لمرحلة ما ممكن يقدر يتحملها الإنسان. يعني والفظائع ليش بصير في فظائع بالحرب؟ يعني فيها شغلتين. أول شيء الحرب هي الحرب يعني في حدا عم بيهاجم على الثاني أو في حدا عم بيدافع عن حاله بس ما في مقاتل شريف يعني 100% 100%. وهون بدي أقول إنه التصرفات الشريفة رافقت مجمل الأفريقا والتصرفات اللا شريفة رافقت مجمل الأفريقا. يعني بترجع خليني أقول لك سيد جزال أنها بترجع لتربية الإنسان بالبيت. الإنسان اللي طالع من بيت مربى وعنده أخلاقية وعنده خوف الله وعنده كل هالشغلات رح يدافع عن ذاته بس ما رح يسمح لحاله
يعمل أعمال مش بس فظائع، ما رح يسمح لحاله يعمل أعمال منه مضطر يعملها. يعني أنا بعطي مثلا بالأشرفية حتى مع السورية بحرب المئة يوم، بالوقت يلي يمكن كانوا يأنصوا علينا، بالوقت يلي كان الشباب يمكن أوقات يعتبروا أنه شرعي يأنس على الآخر، أنا بصراحة ما ولا مرة حسيت بحالي قادر أوصل لهالمحل. أو قتل سجين، يعني واحد استسلم. إذا عم قلك منا سامحين لحق، يعني ما بس الإنسان نعم. اللي عنده أخلاق ما بسمح لحاله حتى. بتقول بكتابك القتال والقداسة، بفتكر في عنوان من هذا النوع، هو يقال يعني في علم النفس أن هناك خيط رفيع بين المقاتل والقديس، لأنه المقاتل ممكن أنه يعمل يتخطى الكثير من المحرمات اللي الإنسان عادة بيكون ربيان عليها، فما بيلاقي طريقة أنه يمحي هذه المحرمات اللي قام يعني تخطيها إلا بالعودة إلى الدين. أنا بعرف أنه أنت مؤمن، على كل حال مبين أنه في تربيتك منذ البداية من عائلة مؤمنة جدا، وأنت أصبحت أقرب إلى الله يعني بعد ما تركت السلاح. هل في اعتبر أنه تدينك هذا جاي لأنك خضت تجربة المقاتل في الحرب؟ أبدا أبدا. الواقع اللي أنا فيه جاي من محلين بصراحة، جاي من بيتي. من بيتي. بس لنقول انه انت بعائله اسمها عائله القديس شربي يعني. قبل نعم. وصال للبيت نعم. كله بيطلع من البيت. اول محل اخذت منه هو البيت، بعدين مراحل الحرب يلي نمته للانسان، في ناس بتنميه سلميه في ناس ايجابيه. ما بيخفى عليك انه باخر حرب عشت بعض الاختبارات يلي بتمنى كل واحد يعيشها، يلي ما بتكون بفعل وإرادة ومجهود الإنسان، بتصير نوع من سكب من الرب. يعني أنا خليني أعطيك خبرة أنه بآخر الحرب بعيش اختبار، فجأة بيوم من الأيام بقاش في عندي كره لحدا، بمتلي محبة لكل الناس، بصير صلي للخيه يمكن اللي مات بالجبل مثل اللي مات بجنوب، بس اللي قتل خيه، حتى اللي قتل خيي. أنا يمكن أول كتاب عملته الجبل صحيح. حقيقة لا ترحم كان أول نسخة رايحة منه للأستاذ وليد جنبلاط، وكاتب عليه من المؤسف أن يقتل أخي برأس مسيحي ويد درزية، كان من المفترض أن يشكل جسدا واحدا. بعت كتاب يمكن للرئيس فرنجية، كتاب الثاني بعته للرئيس لحود وللرئيس هراوي. برجع بقول الخبرة الكبيرة من البيت طورت وتكملت بالحرب، نعطيت سكب غير اعتيادي بلحظة من اللحظات بعد الحرب الأخيرة، وهي يلي بعدها عم تتفاعل فيه لحد هلا، يلي بهالفترة لأن أنا قدامك فيها ما عندي كره لحدا، عندي محبة صافية وصادقة لكل الناس من دون استثناء، من آخر واحد بجنوب لآخر واحد بالشمال، من الفرد بحزب الله للفرد بالتيار للفرد بالقوات للفرد من المسلم للمسيحي للدرزي لكل شخص بكل صدق. وبرجع بقلك هيدي ملأة وكمالة مش مني أنا. بول عندي بسؤالي الأخير، بتحمل السلاح هلأ؟ شكرا بول عبداني. انا بعرف انه هيدي اول مقابله، يمكن المقابله الوحيده اللي اعطيتها بعد ما عرفت الحقيقه، مش بس كمقاتل او مسؤول سياسي ولكن ككاتب، وهيدا الكتاب هذه شهادتي هو الاخير. اي سنه عملته هيدا؟ 92 يمكن. فشكرا لوجودك معنا. نعود إلى برنامج بالعربي، وحديثنا هو مع المقاتلين اللبنانيين السابقين. نستضيف في هذه الفقرة الكاتب والصحفي والشاعر يوسف بزي، الذي قاتل مع الحزب القومي السوري الاجتماعي، ولديك كتاب يعني عن شهادتك مقاتل اسمه نظر إلي ياسر عرفات وابتسم يوميات مقاتل. وضيفنا الثاني هو رامي علي اللي هو قاتل مع حزب الله وكتب كتاب طريق النحل جمهورية رامي علي. أهلا وسهلا فيكم يوسف. رح أبدأ معك. طبعا في مشهد ميليشياوي ببيروت صحيح، يعني شفناه، رجعت شفت كل شيء؟
شفت المشهد ودغري أخذته على تاريخ سابق شبيه جدا، هو 6 شباط 1984. بس لنقول للمشاهدين العرب انه هذا كان انقلاب، على دولة امين جميل وقتها. صحيح، ضد الجيش، وضد سيطرة الدولة. حصل هيدا ب 6 شباط 1984، بس اخذني لابعد، اخذني كيف تم التحضير ل 6 شباط 1984، كثير شبيه باللي صار ببيروت الغربية ب 7 ايار 2008. أنت شاركت في هذه المعركة. صحيح. يعني كنت ضد الجيش اللبناني، ضد الدولة، وقمت بهذا الانقلاب. صحيح. إيه، كيف كانوا عم تتحضر الأمور أنت برأيك؟ شو شفت وقتها؟ أنا بعد ما شفت، أنا شاركت بتهريب السلاح على امتداد سنة. نحن عملنا بروفا بتشبه ما كمان عملوا هني بروفا قبل 7 أيار 2008. نعملت بروفا على طريق مرم خايل، نعملت بروفا بآب 1983، ناس ما بتتذكرها. صار في مثل انتفاضة مصغرة بشوارع بيروت، قمع الجيش وراح فيها قتلة، وما كان في أسلحة كتير متوفرة بأيدي المنتفضين بين مزدوجين. هاي البروفا مهدت من آب 83 ل 6 شباط 84 نعرف كيف بدنا نحضر للانتفاضة. تم تهريب الأسلحة عبر ما كان يسمى آنذاك طريق الكرامة، اللي هي حي السلم شويفات الجبل. تهريب السلاح على الضاحية، كنا نطلع بسيارات مدنية على قلب الضاحية الجنوبية، كان في شخص هو يسلمنا المال والأسلحة، نعبي السيارات بكمية هائلة من الزخير والأسلحة، نوصل على حاجز دويرة شتيلة اللي هي بتفصل بين الضاحية وبيروت الغربية، حاجز للجيش اللبناني، حاطين تحت مقاعدنا أو تحت فخاضنا، نحن تحت إجرينا، مسدسات أو قنابل، في حال لأنه كان في ديل معين مع عناصر الحاجز لتمريرنا. وكنا نتحضر عناصر الحاجز اللي هن من الجيش اللبناني، في تواطؤ يكون مع الضابط وعناصره. في حال تم تبديل مفاجئ للعناصر، فكنا مجهزين حالنا لمعركة من قلب السيارات. نوصل على الحاجز، السيارات طبعا كأنها مقرفصة على الأرض من تقل الأسلحة، يبتسم لنا الجندي ويقلنا الله معكم، ونفوت على الغربية ونوزع السلاح بالبيوت بأماكن سرية ببيوت آمنة. وانطرنا إشارة يوم 6 شباط الساعة 12 وربع الظهر. شو كانت الإشارة؟ رشق رصاص من منطقة الظريف. الناس كانت عم تعيش حياة عادية، تلاميذ عم يروحوا على بيوتهم، على مدارسهم، موظفين بمكاتبهم. فجأة انبتنا مثل النبت الشيطاني بكل الشوارع بلحظة واحدة، ولقوا حالهم الناس سقطوا بأيدي الميليشيات على المفارق، على تقاطعات الطرق، على أسطح البنايات، على كل الزوايا. والناس مثل صدمة رعب رهيبة، ونحن كنا بحالة انتشاء. وأول فعل اللي عملناه الهجوم على سجن بيروت، طلعنا كل المحابيس اللي بيخصونا، وأعلننا النصر على الدولة بهالمعنى، على القانون بهالحالة الرمزية. شو كان بدك أنت يوسف بزدي، شو كان بدك يعني تعمل انقلاب بشباط؟ ما كنت عارف شو كان بدي، كعمري يمكن 17 سنة 18 سنة يعني بهالحالة. كنت منتمي لحزب مفكره هو الدنيا والآخرة، هو السعادة وهو الأمل وهو كل شيء. هاي الإيديولوجيا فكرة هي الهدف من الحياة، يعني الله خلقني بس كرمال يكون وقود لهالإيديولوجيا ولانتصارها، ما بعرف كيف، وأنا جزء من هالطريق للانتصار. فما كنت عارف. وهذا الحزب معود على الانقلابات، يمكن كل الانقلابات اللي صارت في لبنان المستقل شارك فيها الحزب. الحزب بينتمي لثقافة موجودة بمنطقة المشرق العربي، إنه السلطة بتدبرها دايماً عصبة عسكرية أمنية. لبنان بعتقد هو الحالة الوحيدة بالمشرق العربي يلي إنه في نخبة سياسية بتطلع من انتخاب المجتمع لها من وسائل ديمقراطية سلمية. هذا الاستثناء كان مكروه من طرق الحكم يلي هي بتتحول لعصبة أمنية عسكرية معادية للمجتمع، معادية لنخبه، معادية لطبقاته،
وما بتقبل بآليات التعبير السياسي، بتدمر مجتمعها لتبقى هي بالسلطة. هذا الصراع بعتقد بعده جاري. طيب رامي، انت ليش حملت سلاح وليش انتميت لحزب الله؟ من منطلق ديني انتميت لحزب الله؟ ايه بطبيعة الحال. يمكن اليوم بس بدي احكي شغلة صغيرة بس. تفضل. لما اشوف بول عنديري، بعدين ما تقلي ما عندي وقت وما قلت اللي بدي اياه. لا لا شوف، لانه بول لشوف بول عنديري ويوسف بزي ورامي عليك، كل واحد جاي من مطرح معين وقاعدين سوا عم بيوجهوا عم بيقدموا عبرة للناس. هيدا شيء كثير بيعني، وبعتبر انه هيدا الشيء لازم اللبنانيين يشوفوا فيه درس لهم. وبلكي يمكن انا عم نحكي عن مشاكل الحرب وانعكاساتها والناس عم تسمع كثير، بس الناس طايقه بدها تواقه لحل، لطرف حل. الناس اليوم مغيبه، التصارع السياسي عم بيصير بين فئات، احتكروا السلطه بالكامل، بس الناس عم بتشارك لانه في ناس حزب الله وفي ناس ايه بس ناسهم هودي، ناسهم بس تيار مستقبل وفي ناس قوات لبنان، يعني موجودين. نعم هول الناس بس هودي ناسهم، الناس اللي انا بسميهم الغالبيه الصامته اللي هي براتهم، وينهم هودي الناس؟ عم بيروحوا فرق عمله بين اثنين. هودي الناس بلكي هالعبره اللي عم نوجهها اليوم او اللي بتطلع من البرنامج بتحول لفعل ايمان وبعدين بتحول لاراده، لانه اليوم شايف الخارج عاجز عن انه يحل لنا مشاكلنا. الخارج الأوروبي والأمريكي والسوري والإيراني والعربي. إذا ما كان في مبادرة قوية مبنية على قوة واقع لبناني بيصنعوا اللبنانية ما رح تنحل. كل اللي عم بيصير هلا هو التعاطي مع ظواهر المشكلة، مثل ما قال بول عنديري إنه الحرب اللبنانية ما انتهت، ما نوجد لحل جذري، تعالجت ظواهرها مش أسبابها. هيدا أنا عم تحكي عن المجتمع المدني طبعا، بس نحكي عن هيدا بعدين. أنا بدي منك أنت رامي علي، ليش حملت سلاح وليش انضميت لحزب الله؟ حملت سلاح هل لأنك شيعي انضميت لحزب الله؟ هيدا بتجي بشكل غير مباشر من يعني كل إنسان عم بيكون عم يدافع على أهله وعائلته ومنطقته. هلا الشيعي اللي ربي بجاو شيعي بيكون عم يدافع عن شيعيته اللي بتدخل بهالمنظومة، المسيحي كذلك الأمر. وقت أنت حملت سلاح وين كان الخطر على حزب الله؟ من مين يعني؟ كان في ما كان الخطر بالصورة اللي هي اليوم تصور، هي كان في احتلال إسرائيلي وكان في بعد ديني لحملة السلاح مشان واجه هالاحتلال الإسرائيلي. يعني كان جهاد إسلامي ضد يعني الاحتلال. لا شك إنه الدين هو اللي عطى الدافع الأساسي بحملة السلاح، وخاصة بسن مبكرة، وخاصة أني قتلت أو كنت متحمس إلى أقصى الحدود. بس أنت بتقول بكتابك أنه في كتير محلات كنت عم بتقاتل حركة أمل. نعم يعني مش عم بتقاتل الإسرائيلي، وحركة أمل هو يعني هي حركة أيضا شيعية، فوين صار الدين بهذا الموضوع؟ نعم هلأ المشكلة الموجودة أنه كل فئة دينية بقول بتعتبر انه او غير دينيه بتعتبر الحق معها، وكل المقابله هن على خطا وهن اعداء لها مبدئيا، يعني لازم تحمي حالها منهم. فما عم بحكي بالدين بشكل عام، نحن كنا بحزب الله نعتبر انه نحن الفئه الماشيه على حق، حتى لو كان في شيعه غيرنا او مسلمين غيرنا، ما بالك بالمسيحيين وغير المسلمين وغير اللبنانيه. بمواجهتنا نحن اللي على حق، نحن اللي عم نحمي الدين. هيدا كان الدافع. طب كان الحماية هي حماية الدين مش حماية لبنان؟ لا هي كانت حماية الدين وحماية هالبذرة الشيعية اللي كانت تدخل إلى عمقنا بنتيجة ثقافة معينة، ولأنه نحن عنا كشيعة الأمة وكربلاء وعاشورة هي كانت حرب أو معركة ضد مسلمين ببعضهم، يعني لما تخرج الإمام الحسين كان بده يعمل إصلاح. فهل نوع من الثقافة كان هو نوع اللي مشربينه بطريقة أنه نحن أصحاب الحق عم ننتشل الدين من الفساد، وكل الآخرين حتى لو كانوا مسلمين وحتى لو كانوا شيعة هن بمواجهتنا؟ يعني بفتكر أنه عطى فكرة تماما يعني كيف كانت العقائد تدخل على الأحزاب الدينية، إن كانت حزب الله أو غير حزب الله. أنت مختلف عن بول وعن رامي، لأنه بول كمان قال أنه صحيح الوطن، بس في كمان جماعته يعني طلع على الجبل لأنه في مسيحيين عم بينقتلوا. هل كان عندك بعد ديني بقتالك، رغم أنه معروف أنه الحزب القومي هو حزب علماني، بس هل كان في شيء ديني؟ كان في شيء ضد الموارنة مثلا؟ لا بكي عندي حس طائفي. بفتكر انت امك مسيحية يا يوسف. بي شيعي وامي مسيحية ارثوذكسية.
بس ما تستبعد فكرة القول كمان إنه الأيديولوجيات مثل أيديولوجية الحزب القومي ضمنيا هي سكت، يعني طائفة، هي دين، هي كنيسة، ما يعني كنيسة ما لها علاقة بدين سماوي. بس مثلا مؤسس الحزب قال إنه لقد شهد العالم بهالمعنى أديانا تهبط من السماء إلى الأرض، وسيشهد العالم مع عائدته يعني دينا جديدا يصعد من الأرض إلى السماء. نعم. فبالمعنى البعد الديني حتى بالإيديولوجيات العلمانية موجود أو العصبية. نحن زملاء في الصحافة، وإذا أنا بعرفك من وقت مش كتير طويل بس بعرفك، وقت قريت هيدا الكتاب تتذكر وشفتك يعني بعد أسبوع من ما قريت هذا الكتاب قلت ما بقدر صدق إنه يوسف بزي الشاعر والرقيق هو هذا المقاتل. شو بيصير بالإنسان؟ يعني أنت كنت مقاتل بس مش مقاتل هين، إذا بتسمح إني أقول لك مقاتل أزعر. شو بيصير بالإنسان لما بيصير يتصرف بهالشكل هيدا، يعني يحلل كل هالأمور اللي بيعملها؟ كيف خرجت؟ كيف حولت؟ كيف أنت كيف كنت تفكر؟ يعني كيف أنت هيدا اللي بداخلك كل هالرقة وهالشعر وهالثقافة، كيف تقدر يعني تفوت على بيوت الناس، تهجرون، تقتل عالم، تسرق ناس؟ يعني شو كان المبرر؟ هل أو أنه أوقات كنت تقول عملت هالأشياء وهيدي غلط؟ كان موجود دايما التفكير هيدا، بس كنت كتير حب برهن لكل اللي حوالي أنه أنا بعرف نفذ الأوامر بصرامة شديدة وأنه أنا بطل. فكنت مندفع بطريقة غير عقلانية، وكنت حب برهن كمان لأنه كنت كتير صغير يعني بسن المراهقة، فكنت حب برهن للناضجين واللي أكبر مني أنه أنا مش صغير بيناتكم، أنا الشرس، أنا أقوى منكم. كان عندي هالاندفاع اللي بسميه امتحان الرجولة، فأنا بدي أنجح فيه بطريقة بتفوق. فكنت بالغ إذا بدك باندفاعي بالمعركة، اندفاعي بالزعرانات، اندفاعي انه انت بتقدر تتزعر انا بقدر اتزعر مثلك بهالبساطه. كان كمان عندي خلينا نقول كمان الغريزه الذكوريه بمعناها البشع للكلمه. هالغريزه كانت تعطيني نشويه نوع من التسليه. نعم. اذا بتسمح رح اسال نفس السؤال لرامي بس نتوقف مع فاصل قصير ونعود. نعود إلى الفقرة الأخيرة من برنامج بالعربي، وهذه الحلقة الخاصة عن المقاتلين اللبنانيين السابقين. رامي كان عم يحكي يوسف بزي أنه في شيء هيك الواحد بيبين رجولته وقت يكون مراهق بالقتال، بالقتل وبالنهب وبالتجاوزات اللي ممكن تصير. أنت كمان نفس الشيء؟ أنا بتفق كتير مع يوسف بالحكي بس ما عدا البارت الأخير. يعني أنا ما بعرف، ما كان عندي نزعة نحو الزعرنة والنهب والسلب، كنت أكثر بحس أنه لازم القتال يكون موجه باتجاه هدف مقدس وما يتعرض لأعراض الناس أو لممتلكات الناس. اللي بدي أقوله أنه هون حتى لو كانت خلفية دينية أو علمانية أو شو ما كانت عقائدية، نحن في جامع مشترك بيناتنا كنا حتى مع بول. يعني بول بلش وقت 17 في شحن معين بيأدي له الشارع بالمنطقة اللي كل واحد عايشها بس يكون في حرب، والشحن ما بيعطي للناس خيار، للشباب والمراهقين خيار، فكلنا تلقينا بنفس الظروف وان كان كل واحد في مجتمعات مسكرة بتطلع ناس طبعا يعني هيدا اللي صار مجتمعات يعني فيها كبت. نحن نتيجة المجتمعات المسكرة، يمكن أنا وبول أكثر من المكبوتة أكثر من يوسف، يمكن كونه الحزب القومي كان أكثر عنده انفتاح بالطرح. وهذا هو يعني الإنسان بس يكون مكبوت وجهلين التاني، جاهل التاني شو عم بيفكر عنه وكيف عم يتعاطى معه، بيعتبره عدو، الإنسان عدو ما يجهل. الفقر له علاقة كمان؟ طبيعي. أنا دارس، عملت دكتوراه بالاقتصاد المصادر ودرست عن هالموضوع التنمية الاقتصادية. بس أنت مش جاي من بيئة فقيرة إذن؟ أنا جاي من بيئة يمكن الميدل كلاس، الطبقة الوسطى،
ولكن البيئة بشكل عام هي نسبيا فقيرة. بس انت قلت انه من جنوب كنت ونزلت على الضاحية او طلبوكم على الضاحية، في شيء خاص في الضاحية الجنوبية يختلف عن الجنوب؟ في حرمان، بمعنى في حرمان اكثر من الجنوب ببين او كبت اكثر؟ ببين اكثر، لانه متطلبات الحياة بالمدينة اكثر. بالجنوب بالنهاية أسعار المواد الأكل والشرب والمبيت هودي بتأمنوا كيف ما كان، في مساحة ليتأمنوا، بس بالمدينة ومثل الضاحية المكتظة ببينوا، لأنه بصور بالواحد يحمل هم الأمان والبيت. خفت شي مرة من معركة؟ خفت أنك تموت مثلا؟ كان عم يحكي هو، أنا كنت كتير مقدام يعني بالعربي على جبهات القتال. إيه؟ وتصوبت أنا بحرب، لأنك موعود بالجنة مثلا؟ صوبت. أو موعود هلأ مش هيدي النقطة، من نقطة أنه كيف ما هو كان مقدام، كان يمكن مات أو بول كان مات، خيو مات، وأنا تصوبت بالحرب وزمطت يعني، بس كان في اندفاع ما ممكن شيء يوقفه، بتخطى الخوف، وكان في شجاعة. كانوا أنا وقت تطلبوني على الجبهات، وقت يكون في نقاط متقدمة بعدها منا محصن، كنت أنا أرفع إيدي أول واحد بدي روح. هيدا كان ممكن تعمل عملية انتحارية؟ نعم كان ممكن، وكنت قريب من هيدا الموضوع، وكنت على صلة بناس بهالجو هيدا، ما كنت عندي رادع. كيف واحد بيعطي حياته هيك؟ هلا اليوم انه قاتل بدافع بيعمل، بس انه يروح ينتحر مثلا. هلا بالنهاية اليوم اليابانية عملوا كاميكازي ودافع، انا بعرف انت شو بدي باليابانية فلسفة. هلا اليوم يكون في وعود ما ورائية تنزرع بنفسك بشكل قوي، بتبطل الدنيا تسوى عندك شيء ظاهرا يعني. السماء اهم من الارض. ايه بتصير هيك، او الهدف الاسمى يعني، هيدي كانت حتى بالمسيحيه بالقرون الوسطى بالنهايه، فهي زرع الفكره عند الشخص بحسب الظروف المحيطه فيه، بتخليه اخر شيء تنقلب اولوياته، ولكن في جوا شيء بيتغطى عليه ما بيروح يعني. الانسان اذا نظر بشفافيه لجوات نفسه بيعتبر وتأمل، بيعتبر انه بيلاقي انه هو خطأ، بيلاقي انه في خطأ بالنظرة للأمور، وهذا صار معي تباعا بعدين، انه عباله يعيش. إيه. انا بدي ارجع لقصة الحياة معك، عندي رأي بعد ما شفت يعني كتابك. بس يوسف انت مش من منطلق ديني، من منطلق عقائدي، ما خفت تموت؟ أمبل خفت طبعا، شجاعة مش متناقضة مع الخوف، ما ابدا، الجبن شيء والخوف شيء تاني، وإلا ما في إذا بدك رد فعل غريزي للاحتماء، لتجنب رصاص، لتجنب القذائف. كنت خاف بس ما كنت يعني حاول ما أكون جبان، كنت حاول أكون استجمع شجاعتي من الخوف نفسه، من ابتلاعه، من السيطرة عليه، بس كان الأدرينالين بجسمي ينطفئ، نفض، كان نبضات قلبي بتختلف، نشفان التم بعرفه منيح، وصفه بكتابك. بس بكتابك يعني كمان ببين انه كنت مفكر انه انت مش رح تعيش، انه انت هذه الحرب ستنتهي وانت ستكون ميت. يعني كل ما رك يفوت عليا قول على الارجح هلا رح موت، بس فكره الموت بهالعمر ما في شيء سحري بالشباب، بعتبره سحري هذا، انه الموت هيك مسحه منه، ما تقيل الوطأة على أفكارنا، هين. حتى لما كنت شوف جساس أو شوف رفقات قتلوا، صدمة أنه فارقوا الحياة صدمة ما بتعدى الدقائق، بعدين خلاص، بعدين خلاص. بتذكر مرتين ثلاثة أقول لهم أنا هلأ بس أقدم لقدام شوي رح استشهد، ووصيهم انه فيها الغرض تعطون لخيي او تديون عبيت امي يعني. فكنت هي حالي انه انا رح موت. طب ما فكرت بامك وقت كنت تشوف امات رفاقك اللي ماتوا؟ لا كنت ازعج بسبب نق علي وينك وين كذا، تفتش علي استحي منها. انه مره كنت نايم على محور راس النبع بوج الفوير الفرنسيه، فاستيقظت لقيت امي فوق مني، قلت لها شو جاي تعمل هون؟ قلت بكيت تخاف اني اغضب عليها، قلت لي بس خلص شفتك باي وراحت. نستحيت من حالك؟ من خجلت انه جايب امك؟ خجلت من رفقاتي انه هي امه بتجي بتسال عنه وبدها تاخده على البيت يعني، انه بعدني ولد كاني، فهذا كان مصدر خجلي، مش انه خجلي منها هي. طيب قتلت حدا وشفته بعيونك يعني انه التقوا نظراتك فيه عمدا او بجرحها؟ قتل لا، لا لا لا
بعرف انه سببت بقتل، بس انه التقيت وجها لوجه باحدهم مثلا واطلقت النار بوجهه ما صارت معي. ما انا في شغله اساسيه ما قدرت اعملها بالحرب هي الانص، يعني خضعت مره لهيك تجربه ما قدرت مارسها. هاي الشغله الوحيده ما قدرت مارسها بالحرب. على كل حال كنت عم بقول لك قبل الحلقه انه انا حكيت طبيب نفسي عن الموضوع واعطاني تماما نموذج القناص. القناص هو يعني اللي اكثر شيء بيكون عنده عقده ذنب في بين المقاتلين. رامي بتوافقني على هالشيء؟ انا بوافقك وبتفق معه، يعني ما صار انه نفس انا بتفق انا وياه بالتجربه انه ما صار في قنص مباشر او قتل مباشر. ما انتوا عملتوا حرب شوارع، يعني في شباب عم تجوا عم تشوفوهم، يعني ما بعرف يمكن الظروف كانت ما اتاحت انه يصير فيها الكونفرونتيشن هالمواجهه المباشره ومعه، بس انه كمان بشترك انا وياه نفسيا كيف بنطلع على الموضوع. في يقول انه انت تركت السلاح وحزب الله لانك حبيت امراه؟ لا، أبعد من هيك الشغلة. ولو أنه أثرت القضية بطبيعة الحال، من الإنسان بتأثر بالتجربة اللي بيعيشها، أبعد من هيك. يعني صار في عندي تأمل عميق على مستوى إعادة الحسابات. بدي سألتيني كيف صار، بقلك ما بعرف، في شيء تغير جواتي. وأنا عندي إيمان هون، بعتبر أنه ربنا هو اللي حرك هيدا الشيء. كيف ما كان وصفك لربنا، بالنهاية أنا عندي إيمان موجود، وما بعتبر في حدا برات الإمام على فكرة يوسف، يعني كل واحد من طريقة بالتعبير عنه. وبعدين المقدسات الكبيرة اللي كانت عندي سقطت، تهاوت وحدة وراء الأخرى بسبب الممارسة اليومية، بسبب بصراحة بسبب التغير اللي صار فيه نتيجة تأملي، وبسبب رؤيتي أنه المطبخ السياسي بيختلف عن ساحة القتال والجبهة. الناس اللي عم بيروحوا هنا عم بيروحوا مراهقين. انا معي مثله هو رفيقي بالمدرسه بالرابع متوسط استشهد وقت حرب امل حزب الله، يعني بعدنا ما صرنا بالثانويه حتى. واليوم اللي عم بيصير انه هن عم ينجروا هالشباب الصغار وعم بيوصلوا بطريق معين انه يعبروا عن عيش المراهقه بطريقه عنفيه مش طبيعيه. وبالمطابخ السياسيه عنده نقاء اكثر. انا حتى هلا لانك رحت على الجامعه الامريكيه وشفت من كل الطوائف ومن كل من كثير من الجنسيات، هل هذا اثر بانه انت مش رح تكون ببيئه اثر؟ انا اثر. انا بعتبر الجامعه الامريكيه هي امنت المناخ المباشر لانتقل هالانتقال، بس انا كمان فوتي على المطابخ السياسيه، عملت لي صدمه كمان انه انتم بعلم السياسه بتشتغلوا بشغلات قذره وشغلات بتسموها دبلوماسيه مشان تكذبوا، وفي عالم على الجبهات بيكون عم تعيش الامور بشكل مختلف. يعني انا لحد هلا حتى بعتبر انه اللي عم بيعيشوا على جبهات القتال بالجنوب طبعا مش بالشوارع وبمواجهه الاحتلال الاسرائيلي، هودي عندهم صفاء بعده موجود. غير اللي عم بياخذوا القرارات السياسيه على مستوى المدن، في فرق كثير كبير. فنقلتي كان من الجبهه بالطبيعه الى مطابخ السياسه، عملت لي صدمه كثير كبيره انه وين الاخلاق، وين اخلاق الأمة اللي كنا عم نحكي عنها كشيعة، وين طريقه التعاطي الحذر والاجابه مع اعراض الناس واموالها وممتلكاتها. لقيته كله عملت عندي هيدا الشيء. مش لأنك حبيت امرأة مسيحية يعني من غير طائفتك وما عدت مؤمن بهذه الأمة الشيعية اللي فيها؟ لا أبدا. يعني أخذتك نحو دين آخر؟ لا أبدا. هي كانت أنا كنت مني متعرض لشوف شو فيه بالمقلب الآخر، وكان عندي حب أنه شوف شو فيه. فكان في قوة نحو الذهاب إلى المجتمع المسيحي بقوة وسبر أعماقه، لأنه هيدا تحكي أنت عن القديس شربل، عن المحبسة تبع القديس شربل، أنه أنت لقيت تلاقوا الروحانيات مع بعض طبعا في الأديان. يعني مثل ما قال الأستاذ غسان تويني، إيمان دينين توحيديين. يعني اليوم أنا لقيت في شيء هناك بكمل هون على مستوى الإيمان على مستوى النور، هيدا اللي يمكن خلاني مختلف، ما بدي اقول افضل، مختلف، انه حسيت الايمان او عشته مثل ما عشته بشيعيتي، عشته بالجانب المسيحي يعني. ولقيت قد ايه انا هون عم تحكوا عن ايمان كثير، الايمان انا بجرده عن كل عن الدين بالمطلق، الايمان ما له هويه، وانا برفض اطلاق
صفة المؤمن على أي حدا، هذا ملتزم متدين قد ما بدك، بس المؤمن خليها هو الله اللي بيحكم على الناس، والله اللي بيحدد مين مؤمن ومين لا، لأنه المؤمن نعم. الإيمان يتعلق بداخلنا. يوسف أنت ليش تركت السلاح؟ في قال شيء عن الجامعة الأمريكية، ايه خلينا نقول عن فكرة المسلحين وقصة الضاحية والأرياف والمدينة. بيروت مغوية وأنا ابن بيروت، فكنت أتعرض دايما لهالإغواءات اللي بتقدمها المدينة، لمثالات مختلفة عن الأيديولوجيات والمقاتلين وحياتهم. هالمثالات لها علاقة بطريقة عيش، طريقة تفكير، طريقة التعاطي، الاختلاط، الطموحات بالترقي الاجتماعي، البحث عن الصورة الزاهية لعاصمة بيروت كانت حلوة قبل الحرب، لبلد الناس قدروا يعملوا نموذج لعيش متفوق عن محيطه. مقابل هالإغواءات اللي عم تعرض لها وعم عيشها وعم بنمى معها وعم بتعيش معها، وصلت إيديولوجيتي إنه طموحة توحد شارع أو فرعين بالحزب تبعها، إنه من توحيد أمي إلى توحيد شارع الجندارك مثلاً فوق الجامعة، عرفتي؟ أو إنه منحتل هالمركز وهن بدهم يحتلوا هالمركز يعني وبيقتلوا بعض. هاي لحظة لما بلش الحزب القومي ينشق عن بعضه وبلشوا يمارسوا القتل بالمعنى الاغتيال المتبادل، وصلت لمطرح إنه وقفت بوجه خيي بالمعنى المادي المحسوس يعني فعلي، خيي كان بوجهي بآخر الشارع وأنا بأوله، وما كنت أعرف إنه خيي نقتل واحد من القومية بالنص بيناتنا، فصرخ خيي إنه قتل جورج. عرفت إنه بالعتمة اللي بواقف بآخر الشارع هو خيي حسين، وأنا كنت بس ناطر لأستحكم فيه بدي أقتله. لما عرفت إنه هذا خيي حسين فعرفت إنه السلاح اللي بإيدي مات تافي. المقاتلين اليوم وقت وقفت السلاح وقت المقاتلين اليوم اللي فاتوا على بيروت في برأيي مركبة مشاعرهم تجاه بيروت بين كمية حسد وإعجاب كبيرة وكمية حقد كبيرة تجاه المدينة، لذلك نزعتهم للحرق، لإطلاق الرصاص المجاني، لتحدي الناس المدنيين، هو إحساس بالدونية بالمعنى الثقافة، وإحساس بالتفوق بمعنى أنه أنا بإيدي السلاح وجاي أفرض عليك سلطة وزلك. هالتركيبة هالعقدة هاي بين الدونية والتفوق، هالكراهية والإعجاب ببيروت، هو دايما حافز ميليشياوي لغزو المدينة. طب هالميليشيات هن اللي دمروا بيروت في يعني منذ الخمسة وسبعين. أنا بس بقول لك أنت بترجع بتحمل سلاح؟ أبداً. هلا اذا المشروع اللي بده يجي على لبنان وانت مش موافق عليه أبداً. تحمل سلاح للدافع؟ ابدا ابدا. عندي سلاحي اذا بدك تستعملي الصحافه، انا مواطن 14 اذار، سلاحي كان علم وزر وشال وقدرت صوتي اقول النشيد الوطني. بكفي برايك هيدا؟ هلا حاليا لا، هلا نحن خسرنا. بس انت ما بتقاتل؟ انا ما رح اقاتل. الطوائف اكيد رح تتقاتل وانا اكيد منه هالشيء. نعم. طوايف هلا الدرس الاول انه من دون قوه ذاتيه جيش غير قابل للاستعمال، فكل طائفه بدها تعمل قوتها الذاتيه وتدافع عن حالها. رجعنا للحظه ال 75، كل واحد هذا بده يدافع عن المقاومه، بكره هداك في طائفه ثانيه بده يدافع عن كرامتها، بكره في ميليشيا بتدافع عن العنفوان. رجعنا للمجردات. صحيح نسينا لبنان العنفوان والكرامة. لبنان العنفوان. نعم. لبنان الكرامة. في لبنان المقاومة. في لبنان المقاومة مضادة. فراح يصير في حرب. هي كلها عناوين. عناوين مثل ما عم بيقول مختلفة بس نفس الأثر. أنت ترجع بتحمل سلاح؟ أبدا أنا ما بحمل سلاح. ليه؟ بطلت أؤمن بمفهوم العنف لتحقيق الأهداف أبدا. نحن بدنا نعمل وطن، ما الخارج كله حائر شو بده يعمل يعني مش قادر يعمل شيء. ليه؟ لأنه نحن متنا، إرادتنا ماتت وتركنا كل سلمنا كل امورنا لفرقاء السياسي المحدودين، صاروا عصابات عم يتقاتلوا. انا اكيد يوسف مش من رايك بس ما بقى معنا وقت. رامي علي يوسف بزي شكرا لوجودكم معنا. شكرا للمشاهدين لوفاء والى اللقاء الاسبوع المقبل.